بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله اليوم معنا بقى درس بسيط جدا عن بنية خلية البكتيريا. معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. طبعا خلية البكتيريا كلنا نعرف أنها محاطة بجدار صلب جدا يسمى جدار بابتيدو جيليكان، الذي يعطي الخلية شكلها المميز كما نعلم. كذلك فإن جدار خلية البكتيريا محاط بحماية محددة خاصة عند وضع البكتيريا في محلول مخفف أو مركز. طبعا لو وضعت خلية البكتيريا في محلول مخفف ممكن تمنع من انفجار الخلية، وأيضا لو حطيتها في محلول مركز ممكن تنفجر الخلية. أيضا كلنا نعلم أن البكتيريا لديها أصوات في بداية جسم البكتيريا وأيضا في نهاية جسم البكتيريا، وأيضا في أنواع عندها أهداب جانبية وأهداب أمامية وخلفية. وأيضا راح نتكلم عن داخل الخلية، هناك يعني يوجد كروموسوم بشكل حلقي يحمل المادة الوراثية DNA، يعني جميع الصفات الوراثية للبكتيريا داخل هذا الحمض النووي. لكن توجد مشكلة في البكتيريا، تنعدم العضيات الميتوكوندريا، يعني عكس البلاستيدات كما هو في حال الخلية الحقيقية حقيقية النواة. أما نواة حيوانية أو نواة نباتية. طبعا هناك يوجد ثلاثة أشكال للخلية البكتيرية. طبعا شكلها كروي، النوع الأول شكل كروي جدا، والنوع الثاني عصوية، والنوع الثالث لولبية. ويمكن يعني تكون أنواع من أنواع البكتيريا ثلاثة تكون موجودة في نفس المنطقة على حسب الشكل. يعني إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله نشوفكم في درس آخر.